تتنوع الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين. تشير اللافتة التي رفعتها الوقفة الاحتجاجية لطلاب جامعة إقليم سبأ بالجوف إلى قيام الميليشيا باحتجاز العشرات من زملائهم الطلاب القادمين من المناطق التي ما تزال تحت سيطرتها وتمنعهم من الوصول إلى الجامعة في مدينة الحزب مركز المحافظة، مبررة هذا التعسف بوقوع الجامعة تحت سيطرة الشرعية. ندين ونستنكر ما يحصل لإخواننا لزملائنا الطلاب من أبناء المديريات غير المحررة أو أبناء المديريات الخاضعة تحت سيطرة الحوثي من تعسفات الحوثي عليهم منعهم من ومواصلة التعليم العالي. لم تتوقف تعسفات وانتهاكات الميليشيا بحق المدنيين عند القتل والاختطاف والتعذيب في محافظة الجوف، لكنها سعت إلى تجهيل المجتمع وإغراقه في صراعاتها العبثية ومنعها للطلاب من الالتحاق بالجامعات. يقول هؤلاء في بيان وقفتهم الاحتجاجية مطالبين الميليشيا بعدم زج المؤسسات التعليمية في الصراع والسماح لزملائهم الطلاب القادمين من المناطق الخاضعة لسيطرتها بالوصول إلى الجامعة لمواصلة التعليم. إننا ونحن نواجه هذه التحديات والعقبات التي تقف أمام رغبتنا الجامحة في الحصول على التعليم، وندعو في ذات الوقت ميليشيات الحوثي إلى عدم الزج بالمؤسسات التعليمية وعلى رأسها التعليم الجامعي في الصراع القائم. نحن أبناء محافظة الجوف ندعو كل المنظمات وندعو الحكومة الشرعية وندعو الحوثيين أيضا إلى جعل التعليم مسألة حيادية بعيدا عن كل الصراعات المختلفة. تحديات كبيرة تفرضها ميليشيا الحوثي أمام تطلعات أبناء هذه المحافظة لمواصلة تعليمهم الجامعي، فهل تلقى نداءاتهم ومطالبهم استجابة المنظمات الدولية والهيئات المهتمة بالتعليم والضغط على الميليشيا التي لا تزال تسيطر على أجزاء من محافظتهم بتحييد المؤسسات التعليمية وتجنيبها مآلة الصراع، أم أن آمالهم ستخيب وتستمر وقفاتهم الاحتجاجية دون حلول؟ علي الجرادي، قناة بلقيس، الجوف.